أظهرت تجربة لقاح محتمل لفيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد وإحدى الشركات استجابة قوية في مناعة أفراد في العقد السادس أو السابع من العمر، ويحيي هذا الآمال في أن اللقاح قد يحمي أفراد هذه الفئات العمرية الذين هم أكثر عرضة لخطر الفيروس. الآمال تتزايد بعودة الحياة لطبيعتها والسيطرة على فيروس كوفيد-19 قريبا، فبعد إعلان النتائج القوية للقاحي فايزر وموديرنا وكذلك إعلان جامعة برمنغهام عن رذاذ أنفي يساعد في الحد من انتشار الفيروس، عاد الحديث من جديد عن لقاح جامعة أكسفورد والذي أظهر مناعة قوية لأكثر من 99% ممن أجريت عليهم تجارب المرحلتين الأولى والثانية، لكن المناعة القوية التي ظهرت على كبار السن خصوصا منهم في الفئة العمرية بين 60 إلى 80 عاما كانت مبشرة للغاية. في العديد من اللقاحات تكون استجابة كبار السن ليس كبيرة، خصوصا وأن الجهاز المناعي لديهم لا يعمل بشكل جيد، لكننا شعرنا بسعادة عندما رأينا النتائج التي أظهرت استجابة قوية في أنظمة المناعة بنفس درجة المتطوعين الصغار، وهذا خبر رائع ليس لنا فقط كأطباء ومن هم في الصفوف الأمامية. إذا كانت هذه الفئة العمرية هي الأكثر دخول المستشفيات وتسوء حالتهم الصحية بسبب الفيروس، يعتبر هذا نجاحا كبيرا ويجعل الكبار ليسوا في الصفوف الأولى للمرضى. التجارب التي أجريت على أكثر من 500 شخص في المرحلة الثانية تشير إلى أن لقاح جامعة أكسفورد وبحسب العديد من المجلات الطبية ربما يكون الاختيار الأول عالميا، إذ أن تخزينه لا يحتاج لدرجة حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر، كما أن معايير الأمان به جاءت عالية ولم تكن هناك أي أعراض جانبية خصوصا على كبار السن، إذ تشير معظم الحالات أنهم لا يميلون لتكوين أجسام مضادة في العديد من اللقاحات. لكن لقاح أكسفورد أثبت عكس ذلك، كما أنه الوحيد الذي تعاقدت الحكومة البريطانية على أكثر من 100 مليون جرعة من مقارنة ب 40 لفايزر و 5 ملايين لموديرنا. هذه البيانات التي أظهرت من لقاح أكسفورد مع اللقاحات الأخرى التي أعلنت هذا الأسبوع تعطي أملا كبيرا وتؤكد أن اللقاحات ستعمل بشكل جيد للغاية مع كبار السن، وتكوين أجسام مضادة وخلايا تائية بهذا المعدل هو أمر رائع للغاية. مع ذروة تفشي الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19 في البلدان الأوروبية بدأ الإعلان عن الموجة الأولى من اللقاحات والتي من المتوقع أن تحد من انتشار الفيروس، فيما يرى العلماء أن الموجة الثانية من اللقاحات ومن بينها لقاح جامعة إمبريال كوليج سيكون لها السبق في القضاء على الفيروس نهائيا بحلول منتصف العام القادم. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن.